بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين في مقاصدنا وفي مقاصدكم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى إرساؤها أي إقامتها وإثباتها، يعني كي خداي تعالى برپايدكا يا كي مرساكي منتهاكي ومستقركي كيا، يعني زماني برپابون وزماني هاتنو تحققكي زماني كا شروعك زماني پايانكي أو زماني كا دس بيدكا پاياني دي دس بيككيو استقرار پیدادکا زمانی استقرارکی کنجیا ادو معنای دا ماخوذه یا د معنای اول اجدا ک معنای ارساء ماخوذه لا مرس السفینه ک د معنای الام و معنای دو مکتوا بمعنا منتهى ومستقر ماخوذه لا مرسای سفینه مرسای سفینه بمعنا بندر میناء او شونه ک تنتهي الیه كشتي دقاتب أو جيقايو لو سفركي كوتاي بيديو دو دا مستقر دبه. فيما أنت من ذكراها، في أي شيء، فيما فيما أنت، في أي شيء أنت من ذكراها، في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها. أوان سؤال اللي ساعد لي دكن كساعد كي برباد بيه كي برباد دكريه، في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم. أتود دس حالتي جداي دس شيء جداي بنسبتي دس موقعيتي جداي بنسبتي ذكر كردن وباس كردن بويا أن باس كردني ساعد. في أي شيء، يعني في أي شيء من العلم، يا في أي شيء من هدبة علم، في أي شيء من العلم أنت من أن تذكر وقتها لهم، يعني ما أنت من ذكرها لهم وتبيين وقتها في شيء. استفهام أو استفهام كشف وإنكار. أتود تحالتك لعلم زانس داي بنسبتي ذكرى ويات كردني قيامت واتا أتوأ علمتني إنما علمها عند ربي. استفهامك أبو إنكار، يعني ما أنت من ذكراها لهم وتبيين وقتها في شيء، في شيء من العلم. أتو بنسبتي ذكر كردني باس كردني ساعد بويان وبيان كردني كاتي ساعد ده شيء إجل علم زانس دا ني، يعني كم تنين اطلاع اللينيا. فإن ذكرها لا يزيدهم إلا غيا، ووقتها ووقتها يا ووقتها مما استأثر الله تعالى بعلمه. لبردوشتان ما أنت من ذكرها لهم في شيء. لبروي أولا ذكرك بكاري وأنايا لا يزيدهم إلا غيا، ضلالة قمراهيان زور تردبه ويجيش وقتكشي وقتك كخوي تبارك وتعالى فقد ديزانيه. أولا للحاظ زانست وزانست بيانيا تابويان بيانكي وأوجار بيانكرنك قازان جيشي بويانيا الآن وأوان ببي وقتو في الجملة كان قبولني في التعيين كي بولا طريقة والرد كان وبوي دلا لا يزيدهم إلا غيا. أوان كما كان قبولني إجمال كان قبولني بتعييني وقت وهر قبولنا كنا كان وكابرا كتي أري يجوزو معنايتي كتي ولا يجوزو يعني دروزني كتي أدي لا يجوزو كتي وهر دروزني نيا بهيد جور. في أي شيء أنت، فيما أنت مبتدا وخبر، أنت مبتدا وفيما كمختصري في مايا
خبريتي فيما أنت من ذكراها من ذكراها من ذكرها فيما أنت في أي حالة كحالتك نسبتها بدقل لقل ذكر قيامته يعني في أي شيء كائن من ذكراها في شيء في أي شيء أنت في أي شيء منسوب إلى ذكراها مرتبط بذكراها أو وقيل فيما إنكار لسؤالهم وأنت من ذكراها مستأنف بعض الشيء آوايا تفسير كدوتا وكفيما بتني جدايا وأنت من ذكراها جدا أنت من ذكراها جملة جملة كي فيما أنت وقرا مبتدا وخبرنيا فيما جيا أنت من ذكراها جيا قيلك وادل دل فيما إنكار سؤالك وانا فيما يعني دباري تدا سؤال دكن تسألون في أي شيء تسألون راجع بتشتيجي يعني أو سؤالي بودكن البتا استفهام أو بلام استفهامي إنكاريا فيما بو سؤال دكن دوايا أنت من ذكراها سؤال كرني ناوي أنت من ذكراها أتو ومبعوث بوني تو بشيك لذكر قيامتي بشيك لعلامتي قيامتي وقيل فيما إنكار لسؤالهم وأنت من ذكراها مستأنف جملة مستأنفة ومعناه أنت ذكر من ذكر من ذكرها أي علامة من أشراطها أتو ذكرك لذكر كان وات علامتك لا علائم قيامته ذكر بمعنى علامة چونك علامة باعث تذكر بو يبدل الذكر وكو بقرآن كترا والذكر دنا ذكر راسته وخو بمعنى علامة نيا ولچون علامة وسيلة وبرهنانو وبرهنانو اشتي بو يبذكرني وبردوا أنت ذكر من ذكراها يعني أنت علامة من علائم قيامته فإن إرساله جابوا بيغنبا صلى الله عليه وسلم علامتك لعلائم لأشراط قيامته فإن إرساله خاتما للأنبياء أمارة على أمارة من أماراتها شنك ناردني بيغنبري صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء بعنوان خاتمي بيغنبران علامتك لعلائم قيامته واتا اگر پیغمبری دی کنهات معنا وکاتو سات تازه توابر او توابون ادنا بر او توابون نبی نیاز به پیغمبری دی کده بو احتیاج به پیغمبری دی کده بو پس هات نکی او ارسالکی به عنوان خاتمی انبیا او اخرین پیغمبر امارت ل امارتک ل امارات علائم قیامت وقیل انه متصل بسؤالهم والجواب الى ربک منتهاها تفسيري چي دي كش هيبو اويكا او بشف فيما انت من ذكراها ادامي سؤالي وانا متصل بسؤالي وانا كأنه آوايا يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها سؤال اللي دا كان دباري قيامتي دا ككنجي برفا دكريه وأتوت سل لا يعلم بنسبة قيامته يعني إدامة سؤالك يوانا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها أو سؤال اللي دكان سؤال اللي دكان دباري ساعتك كنجي برپا دكري وأتو بنسبة أتو يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم أوان دلن أتو دا تشي إغلى علم داي تعيل مزانستيكتها بالنسبة ذكري مربوط باسي مربوط بقيامته وباسي قيامته جوابك شيء أويا إلى ربك منتهاها منتهاي ساعت واتم منتهاي علم بساعت وات علم دقيق بساعت منتهاي علم بمعنى علم متقن علمي دقيقة نق علمي لروي ظن وقمان وأمارات ده حديث كيدا هيا وحديث مشهور كف ملائكة كهات خزمت بيغنبري صلى الله عليه وسلم
سؤالي لك لباري إيمانو لباري إسلامو لباري إحسانو لباري ساعد دا في غمرة صلى الله عليه وسلم فرموي ما المسؤول عنه بأعلم من السائل بلام أشرات كان أو ذا سؤالي كل أشرات ساعد أشرات كان يبوكد مثلا تبو أشرات كان أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الرعاة الحفاة التي رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أو أشهر زانستا لروي على إمرأة اتلاع فيدا كردن علما بلام أو علم كامل صدر صدو دقيقا يبويد إلى ربك منتهاها يعني منتهى علمها منتهى علم ساعد وأوفر علم زانستك واتزانست صدر صدو يقيني وبكات سات ساعاتي مشخص حوالي خوي تبارك وتعالى وهر أو ديزاني علمها عند ربي إنما أنت منذر منذر من يخشاها منذر من يخشاها أتو منذر ترسينري أو كسانن أو كسانيك خشيتي عن هيا خوف هولي عن هيا واتا إيماني عن بيتي وترسي عن ليتي إيمان بيبون فرعي ترسان فرعي إيمان بيبوني وكو دوين أجل جيشي شاري بيكر ترسك لروي علم رايا أقا علم نبو باورد بي نبو ترسي چيش دا غورة دانيا إنما أنت منذر من يخشاها أتو تنيا كارد أويا واتا علمت بينيا بكاتو ساتي بلام تو منذري أو كسانيك خشيتيا لقيامتي هي إنما بعثت أنت لإنذار إنما بعثت لإنذار من يخاف هولها أتو بويا مبعوث كراوي هتاوكو إنذاري أو كسانبكي إنذار ترساندنو هشتار بيدانو وخبر هنانو أأوي إنذار راسته وخو ترساندنيا إعلامي شتيشي بيبكيو لعواقبي ودوانا كوتني أو شتيو أأو بي ترسيني أو بيدلن إنذار ترساندني شي كالروي راقياندني واقعيات دكتري واقعيات يعني واقعي بيدلن إنذار إنما أنت منذر من يخشاها وهو لا يناسب تعيين الوقت أتوبوي مبعوسي مبعوس كراوي إنزاري أو كسانب كيكا خوف خشية لعذاب قيامتي هي كبويج مبعوس كرابي مبعوس كراوي تيتوبو أو كاري مناسب ندقل تعييني وقت شنقا تعييني وقت بيا تسو خوفك برطرف دبيا تاكا كابرا هتاوكو سالي 1999 خريشي خرابي دبيو سالي سالكي ينقو نظام چند ايمان او سال 1400 اقب زاني چوار منجي ديده دو چوار منجي داده سبيدكا بعبادت و تاعت و ايمان و توبه پس انزارك مناسب نده قل تعيني وقتكي انزار دبي هميشا او حالتي ابهام ده وقتك اذا هبك انذارك جي بغري سر بغري وتخصيص من يخشى لانه المنتفع منتفع به جاء في غبر صلى الله عليه وسلم منذري هم كذب تشي او كساني خشيتي ان هبو لقيامه تشو كسي خشيتي نبوا منذري عام بوا بو هر دفرميتو منذري او كساني كلقيامه ده ترسين چونك اوان استفاده الي ده كان بو اواني نيو بردو تخصيص ذكري تخصيص ذكر أواني كخشيتي أنهيا تخصيص وان بذكر بنسبة منذر بوني پیغمبري بووان صلى الله عليه وسلم لبر أويا أو من يخشايا منتفع دبي به بإنذاركي وعن أبي عمر منذر من يخشاها بالتنوين والإعمال على الأصل روايات كراول أبو عمري كيشيك لقرايا كان منذرون بتنوينو بإعمال تنوينو عمل بيدان دا مفعولي دا منذرون من دا بيت مفعولي يعني بإضافنا بلكو بتنوينو بإعمالي على طريق شباهة بفعلية نا إعمالي على طريق مضاف إليه دنا دا مضاف دنا دا حالتي مضافونيش دا هر عاملة ولعامليتك أو أختي عامليتك
لبر مضاف بوني ولي اگر بعنواني اشتقاق عمل يبقى لبر اشتقاق كيه بوي دلا بالتنوين والاعمالي معناه وني اگر مضاف بو عاملني باي عامل اختيش عامل ده مضاف اليه ده مضافه قرئ عن ابي عمرو منذر بالتنوين والاعمال على الاصل على الاصل يعني او حالتي بيج اضافه بويتي دي اصل كهر اويا كمفعوليتي ودوايا اسم فاعلك اضافه ولا مفعولي كراوه وعن ابي عمرو منذر بالتنوين والاعمال على الاصل لانه بمعنى الحال زاد ابو عمل يدك اخ شرط ما هي ابو عمل كردني اسم فاعل ومفعول دبي بمعنى تبع عمل يدك عملا بمعنى يا استقبال قبل معناه ما زيبو عمل هناك دلبو يا او اعمالي دتو اني هبي او عملي دراوتي شنك بمعنى حاله يعني اتو حالي حاضر دا منذري اي الذي او كسيك الترسيه انذار كنكي فايده ليا كامر وهمو كسيك او من يخشى او كسيك الترسيه او استفاده لانذارك هذيك انذارج مراحل هي ومقداري هي اي شوني معناه اني كسيك بترسيه ترساني نوي ترساني بتر دوك خوي بتر بو اماده بك او ترسي واهي لبلبندا كابرا داش ترسي ولي ترسي شي مبهم ومجهول وضعيفة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية أو ضحاها أي عشية يوم أو ضحاه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا واختيك خلقك يرونها قيامته دبين كأنه نما ونوى إلا عشية يوم إواري روجيشي ويا بيانو لحاي روجيشي كأنهم خلق أو كاتك يرونها قيامته دبين نحزوري تدا بيدادكا لم يلبثوا نما ونوى دا دنيا دا يا نما ونوى دا قبور دا إلا عشية أو ضحاها عشيتك يا لحاك اللي يقرجي يعني عشية يوم أو ضحى يوم إلا عشيتك لروجيشي ويا ضحاي روجيشي كقوله تعالى إلا ساعة من نهار النزير أأويا كوإحساس ذكا نما ونو إلا بشيك لروجيشي جاء أو بشا ديرة دا كترا أو بش ديرة دا تعين كرا أو بشا دا كري عشية يومين بيه ويا ضحى يومين هر بشا لا لروجتي وساعة وزمان لروجتي وانيك عشيتك اي روجتي بيه لحاك اي روجتي دي كبيه والحاصل إحساس ذا كان كمقدار زماني كم دا دنيا دابون ويا مقدار زماني كم دا قبور دابون لبر هولي روجكي لبر هول وخوف وترسي روجكي او حالتان بسردك احساسي ما نوي زور دا قبري دا ويا ما نوي زور دا دنيا دا ناكن ضحى يوم بو يوم دي شتوا عشية يوم او ضحى يوم ضحى كبو يوم كيد شتوا دا آيات كيد أبو عشية دا شتوا بو يوالي كردوا تمام يا شيخ لذلك أضاف الضحى إلى العشية لأنهما من يوم واحد لبر أوي عشيتي روجك يا لحاي همان روج منزورة بويا إضافة ضحاي ولا عشية كردوا دنا ضحايا كي عشيتكين ضحايا كي هي روجكي نئي عشيتكي دلا عشية أو ضحى ضحى تلك العشية كأنه نما ونوى إلا عشية يا لحاي أو عشية لحاي أو عشية واتا لحاي أو رجيك أو عشية واتيا ولذلك تنك عشية يوم يا ضحى همان يوم
مقصوده بويا اضافه ضحاي ولا عشيه كردو چونك ضحايك وعشيتك ليك روجي واحد دبيت اضافه لان ملابساي عشيتك يا لحاي او عشيتي واتا لحاي روجي تشيك عشيتك تيايا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة النازعات كان ممن حبسه الله في القيامة حتى يدخل الجنة قدر الصلاة المكتوبة صلاة مكتوبة بلى الإبلامينية المكتوبة قدر صلاة مكتوبة كسك سوري نازعات خويني جزوي او كساند بيك اخوا لقيامتي دا راي دقريبا اندازي نويجي جي واجب تا دقاتا بهشتي ديارة وجزوي وحديثاني كلا شويني دي كش دوا حديث مولوع نكر ضعيف بلكو مولوع شوني اللي لك قربان نقل قطع ببخشة ديارة فرمت جزوي سين أو حديثاني كذا آخر سورة كان دا هنيا أكثر يان ضعيفا هندي شان موضوعنا وهر موضوع إيشا آياتي دي كرتي دكاتوا دلائل دي كرتي دكاتوا ككابرا بسورة نازعات بأندازي صلاتي كي مكتوبة محتل بكرية ولا تو بس التو ثانية جيرانا قرن هندي سورة نازعات خندو ملا ناصر